السعداء هم الذين انشغلوا بأنفسهم عن الآخرين، فحرصوا على إصلاح قلوبهم وتقويم وجاههم. حاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا يوم القيامة. هم الذين عرفوا حقيقة الحياة وأنها دار معبر وليست بدار مقر. اغتنموا أوقاتهم فجعلوها في طاعة الله. السعداء هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويستغفرون الله على ذنوبهم وتقصيرهم في جنبه سبحانه وتعالى. هم الذين لا يعرف الحقد والحسد طريقا إلى قلوبهم، فإن وقع شيء في ذلك اجتهدوا في مدافعته ورفضه. هم الذين لا يتكلمون ولا يسمعون إلا أطيب الكلام وأحسنه، فينثقون ألفاظهم كما ينثق أطيب الثمر. السعداء هم الذين يسيرون على منهج النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعون سنته قولا وعملا. هم الذين يتفاءلون دائما ويؤمنون بأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. هم الذين اطمأنت قلوبهم بذكر الله وأنست أرواحهم بالقرب منه، فتجدهم في سعادة وسرور وإن كانوا في عيش ضيق. فاللهم اجعلنا منهم ووالدينا وجميع إخواننا المسلمين. آمين يا رب.